يعني أنا بالأمس اتصل علي أحدهم قال أنا أحفظ القرآن زين، ومصحفي الخاص بي أكتب بعض الأشياء، فوائد في التجويد مثلا، أن هنا حكم التجويد كذا، أن معنى هذه الكلمة كذا، مصحفي الخاص يجوز؟ قلت يجوز، ما المعنى؟ أكتب، ما لا تقصد إهانة المصحف كذا، وإنما هذا مصحفك الخاص بك، أكتب فيه، ما في معنى. هنا على الحواشي، فهذه المصاحف التي كانت عند الصحابة رضي الله عنهم كانت كذلك، يعني يكتبون فيها مثلا تفسير الآيات التي سمع، خاصة إذا سمعوا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكتبون أسباب النزول، قد يكتبون الناسخ والمنسوخ الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكتبون القرآن على غير الترتيب النهائي الذي قد يكتب، حتى إن قال بعضهم إن مصحف علي رضي الله عنه كان على ترتيب النزول وليس على ترتيب الرسول، وإنما على النزول الذي ينزل يضعه بعد 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 بعد، وليس ضع هذه الآية في مكان هذه الآية وكذا، طيب، وإنما على ترتيب النزول مثلا وغير ذلك. فكانت هذه المصاحف الخاصة التي عند الصحابة أحيانا فيها الناسخ والمنسوخ، أحيانا فيها التفسير، أحيانا فيها أسباب النزول، أحيانا فيها القراءات، أحيانا فيها كما قلنا الترتيب مختلف. فعثمان حتى يحسم هذا الخلاف قال هذا هو المعتمد الذي جمع، قال وغيره يحرق، وغيره يحرق، فحرق ما عداه، وحرق ما عداه. ولذلك الآن ما في مصحف إلا ويقال له المصحف العثماني، ولذلك من شروط صحة المصحف أن يكون بالرسم العثماني، أن يكون بالرسم العثماني. فإذا هذا بالنسبة لجمع عثمان رضي الله عنه للقرآن الكريم بعد أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. الشيعة يتهمون أهل السنة هنا بقضية القراءات، كون الشيعة لا يعلمون شيئا عن القراءات ولا شأن لهم بها، طيب، لذلك يعتقد بعضهم أن وجود هذه القراءات هذه على التحريف، هذه على التحريف، وذلك يحتجون على أهل السنة يقول أنتم أحيانا تقرون فتثبتوا، أحيانا تقرون فتبينوا، أحيانا تقرون وقضى، أحيانا تقرون وصى، فأنتم تقرون بالتحريف. نقول هذه قراءات لا تفقهونها أنتم، الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ مرة هكذا ومرة هكذا صلى الله عليه وسلم، نعم، ولكنهم لا شأن لهم بالقراءات أصلا، لذلك يشنعون على أهل السنة بالقراءات. وعندهم رواية عن جعفر صار إنما القرآن واحد نزل بحرف واحد، هكذا يقولون القرآن واحد نزل بحرف واحد، وهذا لا شك أنه ضلال، وهذا كفر لا شك، إنكار القراءات كفر. لكن الذي ينكر القراءات يقول إيش؟ يقول الذين يقرؤون في المغرب وتونس يقرؤون القرآن محرفا، أو إذا كان من أهل تلك البلاد يقول الذي يقرؤون بقراءة حفص يقرؤون قرآنا محرفا، ولا لا؟ أنه ينكر القراءات أصلا، وهذا باطل من القول. وبعضهم يثبتها لما صدم الآن بالواقع ووجود هذه المصاحف والناس كلها تقرأ بها، صدم بهذا الواقع فقال نقر بهذه القراءات. على كل حال أن هذه القراءات الصحيح من أقوال أهل العلم وهو المشهور أن هذه القراءات كلها تدخل في حرف واحد، وعثمان رضي الله عنه لما جمع القرآن جمع ولا حرف واحد فقط، وهو لسان قريش، وهو لا حرف قريش، وهذا بالنسبة للقرآن المكتوب، هذا اسم القرآن المكتوب. أما الملفوظ، الملفوظ فهي كما تعلمون 14 قراءة الملفوظ، ولا لا؟ نعم، 14 قراءة، أي نعم، قراءات كثيرة جدا للقراء المشهورين، طيب، ولكن البعض يلبس يعني يخلط بين القراءة والقارئ، فلما رأى أن القراء السبعة والقراءة والأحرف السبعة قال الأحرف السبعة هي القراء السبعة، هذا غير صحيح، القراء أو القراءات المعتمدة 14 قراءة على الصحيح من أقوال أهل العلم، طبعا السبعة المتفق عليه ثم العشرة ثم 14. فعلى كل حال هذا القرآن موجود حاليا بقراءاته كلها، وأما المطبوع من القرآن فهي 4 قراءات، الذي يعلم أنه مطبوع الآن هي 4 قراءات، اللي هي قراءة حفص عن عاصم يقرأ بها الخليج ومصر وغيرها واليمن والعراق، وهناك قراءة ورش
عن نافع وقالون عن نافع، وهذه في المغرب العربي. هناك قراءة الدوري عن أبي عمرو، وهذه يقرأ فيها في تشاد والسودان. فهذه الأربع قراءات هي القراءات الموجودة ومطبوع فيها مصاحف، توجد فيها مصاحف، مصحف الدوري ومصحف ورش ومصحف قالون ومصحف حفص، هذه موجودة كمصاحف مطبوعة الآن. طيب، هناك قضية مهمة جدا أحب أن تنبه لها، أن الشيعة يطعنون على أهل السنة والجماعة وكذا في قضية القرآن الكريم. فأنا أحب دائما إذا تناقشنا في موضوع القرآن الكريم أن نتكلم عن أسانيد القرآن. أسانيد القرآن لا ينقلها إلا أهل السنة أبدا. الشيعة لا يملكون إسنادا واحدا للقرآن أبدا، ولا إسناد. وإذا رأيت شيعيا عنده إسناد في القرآن فهو قد أخذه من أهل السنة، لا يوجد. وذلك أن القرآن الموجود بقراءاته الأربع المطبوعة اليوم، طيب، بل على قراءاته الأربعة عشر كلها، يعود إلى عشرة من الصحابة، يعود إلى عشرة من الصحابة، وهم عمر وعثمان وعلي وأبو موسى وأبي وأبو الدرداء وأبو هريرة وابن عباس وزيد وابن مسعود. هؤلاء العشرة من الصحابة الذين يرجع القرآن إليهم الآن، هم نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم الموجود حاليا بقراءاته كلها، يرجع إلى هؤلاء العشرة من الصحابة: عمر، عثمان، علي، أبو موسى، أبي، ابن مسعود، أبو الدرداء، أبو هريرة، ابن عباس، زيد بن ثابت. هؤلاء قال لهم إيش؟ النقلة من القرآن من الصحابة. طبعا وهؤلاء نقل عنهم آخرون إلى أن وصلنا القرآن الكريم. لا يمكن أن يكون أحد عنده يعني القرآن الكريم إلا يرجع إلى هؤلاء العشرة أبدا، لابد لابد. ولكن عندما نقول للشيعة ائتونا بإسناد القرآن، لا يملكون أن يرجعوا إلى هؤلاء، ما يرجعون إلا إلى علي، لأنهم لا يرون إيمان عمر ولا عثمان ولا أبي ولا حتى ابن عباس يطعنون فيه، ولا أبو هريرة ولا أبي الدرداء ولا أبو موسى، كلها يطعنون فيهم، وليس لهم طريق إلا إلى علي رضي الله عنه. والطريق إلى علي، الطريق إلى علي رضي الله عنه لا ينقله إلا أهل السنة، حتى طريق علي رضي الله عنه لا ينقله إلا أهل السنة. فإذا جاءك شيعي قل له ائتني الآن. أنت تعلمون يقينا أن كثيرا من القراء اليوم وكذا عندهم أسانيد القرآن الكريم، ارجع إلى كل هذه الأسانيد، ترجع إلى أهل السنة. اطلب من شيعي قل له أريد إسناد فيه الخميني ولا الخوئي ولا السستاني ولا الخامنئي ولا كذا، إسناد له بالقرآن الكريم عن طريق الأئمة الاثنى عشر. أنتم تقول لا نأخذ ديننا إلا عن الأئمة الاثنى عشر، الأئمة المعصومين. أين قرآن الأئمة المعصومين؟ يلا إيتونا بقرآن الأئمة المعصومين. لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد قرآن يرجع للأئمة المعصومين، بل جميع المصاحف الموجودة الآن ترجع إلى القراء الأربعة عشر المعروفين: أبو عمرو، ابن العلاء، ابن كثير، عبد الله بن عامر، لا ليس الدوري، الكسائي، حمزة، جعفر، أبو جعفر عفوا، يعقوب، خلف، و لا إله وعاصم ونافع. طيب طيب هؤلاء العشرة الآن، طيب هؤلاء العشرة هم الذين يرجع إليهم جميع أسانيد القرآن الآن، جميع أسانيد القرآن ترجع إلى هؤلاء العشرة. هل سمعتم الباقر أو علي بن حسين أو جعفر الصادق أو كذا؟ أبدا. وإنما جعفر ينقل عن هؤلاء، ولو كان قضية نقل العصمة كان ينقل عن أبيه، وأبوه ينقل عن أبيه، وهكذا ثم جعفر ينقل عنه أولاده. هناك إسناد ينقله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي عنه الحسين، وعن الحسين علي بن الحسين، وعن علي بن الحسين محمد الباقر، وعن محمد الباقر أهل السنة.
فليس للشيعة شيء أبدا، ليس للشيعة شيء في نقل القرآن ولا أسانيده. وذلك عندما نناقشهم أحيانا نقول إيتونا بقرآن أهل البيت، هذا قرآن أهل السنة، هذا قرآن نقله الكفر عندكم أو المخالفون أو غير ذلك من الأمور، إيتونا بقرآن نقله المعصومون، لا يجدون إلى هذا سبيلا أبدا.